بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة الرابعة. هل أيقنتم الآن أن العالم بين يدي الله تعالى؟ هل أيقنتم الآن أن العالم عاجز عن مواجهة عدو لا يرى بالعين المجردة؟ هل أيقنتم الآن أن الحضارة والتكنولوجيا قد لا تنفع في بعض الأحيان؟ هل أيقنتم الآن بضعة وتصاغر الإنسان أمام الله تعالى؟ هل أيقنتم الآن أن العلم قد يعجز في بعض الأحيان عن مواجهة السماء؟ هل أيقنتم الآن أن كثيرا من أعمالكم وأفعالكم كانت تجانب الصواب بل بعيدة عن جادة الصواب؟ أفلا تأوبون؟ أفلا تتفكرون؟ وهل أيقنتم الآن إن عظمة الإنسان باتت في مهب الفيروس وأنتم عن دفعه عاجزون إلى أن تأذن السماء ويأذن خالق السماء؟ أم لا زلتم تقولون أن الكون وفيروس محض صدفة، أو هو تفاعلات كيميائية، أم خلقتم من غير شيء، أم هم الخالقون؟ مقتدى السطر.